منذ قديم الزمن عاش في مملكة جالومير مشعوذ يدعى زاروك. هذا المتكبر عديم الشفقة كان يكره شعبه لبساطتهم وطيبتهم، فكون جيشا من الشياطين ليسيطر بهم على هذه المملكة. البطل الملك سيد دانيال فورتسك قاد القوات في معركة ضد الحشد الشرير. ما زالت الأغاني حول قيادته للهجوم بقوة نحو الحشد الملعون وسقوط الشياطين أمامه كالحبوب أمام قاطفيها، وكيف أخيراً أنه رغم جروحه قد دمر الساحرة تماماً. خلد فورتسك في ذلك اليوم كبطل لمملكة جالومير، وبدأ عصر من السلام استمر لمئة عام. وبعدها عاد المشعوذ.
مجددا السير دانيال فورتسك، أترون؟ بطل جالومير الذي قتل في الهجوم الأول. اتحد كل من ضباب الحرب وحجب الزمن ليحيلا طعم السهام ذاك إلى منقذنا المنتظر، إلا أننا نعلم الحقيقة. دعه وشأنه، قد منحه القدر فرصة ثانية، فرصة لنسيان الحقيقة المرة، فرصة لهزيمة زاروك والارتقاء إلى مستوى الأسطورة. نأمل أن يبلي حسناً. لابد أن لياقتك ضعيفة بعد راحتك التي دامت 100 عام. استخدم السرداب لتتفاعل مع حياتك الجديدة. أي كنز ستجده يضاف لمجموع العملات، وهي تستخدم لشراء عناصر من تجار غارغويل الجشعين. حين تكون مستعداً للخروج، ستعثر على مخرج يقع في آخر القاعة. حتى تفتح البوابات، عليك العثور على حجر رون ووضعه على اليد المزخرفة بجانب المدخل. ستجد زجاجات حياة بأرجاء جالومير، بها نفس السحر الذي أيقظك من سباتك. سيعيدك للحياة مرة أخرى. عند ضعف صحتك، استخدم هذه الزجاجة لتتحسن حالتك، وتذكر ملأها حين تستطيع. بعض الأسلحة بها قوى غير عادية. قم باختبار كل سلاح لتكتشف إمكانياته. بعض الإمكانيات فورية، والبعض يحتاج وقتا للتلقيم قبل إدراك قدراته كاملة. خلال رحلتك في جالومير، ستجمع عناصر كثيرة. لترى عناصرك وتستخدمها، فلتستعرض مخزونك، وبها ستجد أيضاً كتاب جالومير، وبه سجل المقيمين الذين واجهتهم، ويمنحك أفكاراً كثيرة يقدمها صوت فقط بلا جسد.
سيتعقب زارك، وذلك عبر تتبع رحلته الشريرة في جالومير. يمكنك معرفة أماكن الخروج بالبحث عن آثار الرائحة الكريهة من المادة اللزجة السحرية. مرحبا بعودتك إلى محبوبتك جالومير. نهض الموتى كريه الرائحة ليرقصوا مع الأحياء، ويريدون فعل ذلك على جثتك. لا تدع الزومبي ينالون منك. عالج الجراح بالدخول إلى منبع العلاج. أحياناً يكون النظر للعالم من زاوية أخرى مفيداً. احرص من وقت لآخر أن تستمتع بجمال جالومير. أبق عينيك مفتوحتين لأي شيء مثير. Thank you.
تذكر أنظار الملاك لا يخفى عنها شيء أبداً. الهدف هنا هو الكأس. كل مرة تتخلص من عدو له روح تمتلئ الكأس أكثر. املأ الكأس ثم اجمعها، وستصبح جديرا بزيارة قاعة الأبطال لتحصل على سلاح جديد. هناك كؤوس ستعثر عليها بكل مكان في جالومير، كلها مخفية وعليها حراسة. البطل الحقيقي فقط سيجمعها كلها. يقع عالم الأحياء خلف بوابات الجمجمة هذه. يمتلك شيطان الزجاج الملوث، زعيم مقبرة قمة التل، مفتاح الجمجمة.
لا تتردد في التجديف في المياه الضحلة، ولكن إياك والسباحة فيها، لأنها للأسف قد تؤدي إلى الموت السريع. مرحبا بك في قاعة الأبطال، حيث يبقى أشجع أبطال التاريخ إلى الأبد، حيث الولائم والغناء والمصارعة. إن ظنوك جديرا بما يكفي، فلربما استطعت إقناعهم بمنحك سلاحا جديدا. قف أمام تماثيل الأبطال المخصصة لإظهار تقديرك لهم، وانتظر الإرشادات الروحية. النقيب فورتاسك، أنا تيم الماهر، هل تجري المعركة بشكل جيد؟ كم أتمنى أن أقاتل إلى جانبك مجدداً سيدي. خذ قوسي، يمكنه إطلاق السهام المريشة بسرعة، كما يمكن أن ترتد السهام عن الجدران لتتمكن من الإطلاق حول الأركان. استخدمتها أثناء معركة جالومير بعد أن قتلت بطل زاروك المدعو اللورد كاردوك إصابة دقيقة في العين على بعد 1000. ليس وكأنما هناك مهارة في إصابة أحدهم في العين يا سيدي. بالطبع، إلى اللقاء يا سيدي. عندما تكون جديرا بأن تكون بطلا حقيقيا، ستتمكن من الصعود إلى الطابق الأعلى من هذه القاعة. عندما تكون قد أظهرت تقديرك لكل الأبطال في القاعة السفلى، ستتحول السلالم الخيالية إلى حقيقية.
عدوي القديم ما زال يطاردني حتى بعد موته. تأخرت يا فورتسك، قد بعث جيشي من القبر. لن تغادر نيكروبوليس أبدا. يمكن تدمير بعض العوائق بالمضارب وأسلحة معينة أخرى. جرب وحاول. ذات أهمية أثرية. دمر الصخرة وانهب الكنوز القيمة في الداخل. المضرب سلاح بدائي ولكنه فعال. اضرب به، احرق به، ولكن خذ حذرك، فهو قد يتحطم بعد ضربات عديدة. كم نكره تلك الكهوف والرائحة السيئة للساحرات بها. الساحرات المسنات ذوات الدمامل أقمن هنا بوقت ما. نيران دنسة اشتعلت طوال الليل بينما يعددن تلك الجرعات المقززة في قدورهن. رحلنا منذ سنوات، إلا أن الرائحة ما زالت تؤلم العينين.
دليل لاجتماع الساحرات للساحرات ومحب السحر. يصل اجتماع الساحرات إلى أوج قوته فقط عند إشعال كل النيران المقدسة. معروف عن الساحرات تقديمهن يد العون للمغامرين، ولكنهن نساء منعزلات ويجب أن يتم استدعاؤهن بمساعدة التعاويذ الغامضة أو الطلاسم. مساعدة الساحرات لك يندر أن تكون دون مقابل، وستطلب الساحرة في أغلب الأحيان طلباً من المغامر قبل مساعدته. إن كنت ترغب في استدعاء ساحرة، تذكر أنهن يعملن في مناطق. يعد أي دليل على نشاط ساحرة سابق في مكان ما مؤشراً جيداً على أنه يمكن استدعاء ساحرة. من الحكمة أن يكون المغامر دقيقاً أثناء استكشافه للمنطقة. تجلب الأماكن المخفية مكافآت عظيمة. عاد
عاد من المعركة بهذه السرعة إنه يظن نفسه بطلاً الآن، ولكن الأبطال الحقيقيين فقط يستحقون التواجد في قاعة الأبطال. أترى ذلك التمثال الطيفي الذي يمثل ذاتك الزائفة؟ عند تحوله لهيئة صلبة ستكون قد أصبحت بطلاً حقيقياً. علمت أن الأمر سيستلزم أكثر من مجرد جيش من الموتى لإيقافك يا سيدي. لدي ما قد يساعدك في مهمتك أيها النقيب، وسأمنحك إياه مجانا على الرغم من أنني لا أعلم ماذا قد يكون. احذر من العفاريت السارقة، سوف يجردونك من كل شيء. يقال إنهم يتاجرون بمسروقاتهم مع تجار غرغويل. Thank you.
شيطان الزجاج الملوث، هو زعيم المقبرة. روحه التعسة محفوظة داخل قلب زجاجي متجمد. تحت المقبرة ستعثر على هذا الخطير المتجمد المحاط بالظلام. يرغب الذي سيصبح شبحاً بعزف لحن جديد، ولكن يبدو أن مصيره هو تكرار ذات ألحان اليأس مراراً وتكراراً. Thank you.
إنه المركز التجاري لقاعة الأبطال. الباحثون عن صفقات تفقدوا الطابق الأرضي، بينما المنسقون تفقدوا الطابق العلوي حيث الأغراض القيمة. فورتسك، ما هذا الذي سمعت بخصوص بقاء الشرير العظيم زاروك على قيد الحياة؟ ظننتك قتلت ذلك الشخص. لا يهم أيها المحارب العجوز، يجدر أن نلقنهم درسا. أتوقع أن تكون مواجهة جنود زومبي أصعب بعض الشيء مما تتذكر. كيف الحال فيما يخص إليك مطرقتي الحربية التي يمكنها أن تحطم أي شيء، ولن تتحطم كأنها هراوة. لا يتسنى لاستخدامها هنا سوى لكسر الجو. هذا هراء يا فورتسك، لن أقبل بالرفض. حطم بعض الرؤوس لأجل ستانير كاسر الحديد العجوز، اتفقنا؟